Welcome, my friends, to my world of movies. Bem-vindos, meus amigos, ao meu mundo dos filmes. إن كنت من عشاق الأفلام الأجنبية والإثارة والمرح والتسلية، فهذا الفيديو موجه لك، وهو تردد قناة روسية رهيبة تعرض أفلام أجنبية بدون فواصل إعلانية. أنا غادة وهذه قناة تيفي فريكونسيز. تابعوا معي الفيديو إلى النهاية لمعرفة المزيد. شرفتوني ونورتوني بحضوركم وتواجدكم معي في القناة، وشكرا لكل من يشجعني سواء بتعليق أو إعجاب أو نشر فيديوهاتي في مواقع السوشيال ميديا، لأن ذلك يحفزني للعمل وتقديم المزيد والجديد. والفيديو اليوم حصري وموجه لعشاق الأفلام الأجنبية ومن منا لا يتابع هذا النوع من القنوات، حيث سأقدم لكم تردد قناة روسية. هذه القناة تعرض أفلام روسية رومانسية وكوميدية، حيث أن شعار القناة هو المرح والإثارة والتسلية، والأفلام التي تعرضها هي أفلام للكبار، أي أنها لا تحذف المشاهد الرومانسية التي تعرضها، فهي قناة غير عائلية ولا يصح مشاهدتها بوجود الأطفال. تردد القناة هو 11.034، معدل تروي 27500، والاستقطاب عمودي فيل، واسم القناة هو TNT International Europe على القمر الصناعي هوت بيرد. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.